خطفت الفرنسية كلاريس أكبينيو بطلة العالم 3 مرات الأضواء في اليوم الأول من جائزة باريس الكبرى للجيدو، حيث كانت أفضل رياضية بعد فوزها بالميدالية الذهبية عقب منازلة قوية جمعتها في النهائي بسلوفينيا تينا تريستينياك في وزن أقل من 63 كيلوغراما. حركة وزري كانت كافية لصاحبة الأرض للفوز على البطلة الأولمبية خلال النتيجة الذهبية. وفي فئة الرجال، لقب أفضل رياضي كان من نصيب حامل اللقب العالمي 3 مرات الياباني تاكاتو نوهيسا في أعقاب إطاحته بالبطل العالمي في 2015 الكازاخستاني يلدو سميتوف في وزن أقل من 60 كيلوغراما بفضل حركة وزري. المشجعون هنا رائعون، والأجواء في باريس بالنسبة لي هي الأفضل في العالم. هذه الأجواء تحفزني دوما وتمنحني القدرة على الظهور بمستوى جيد. من جانبها، اليابانية كوندو أمي كانت من بين المحظوظات في هذا اليوم في فئة أقل من 48 كيلوغراما بعد إحرازها للميدالية الأكثر لمعانا على حساب الكوسوفية ديستريا كراسنيكي. بدوره الياباني هاشيموتو شواشي تصالح مع التتويجات، حيث حصد معدن الذهب في وزن أقل من 73 كيلوغراما أمام المونغولي تساند أوشير تسوغباتار. وفي وزن أقل من 57 كيلوغراما التنافس وصل ذروته بين كل من الكندية كريستا ديغوشي ومواطنتها جيسيكا كليمكيت، لكن كلمة الحسم كانت لديغوشي في الثواني الأخيرة. في 2018 هي من فازت علي في بطولة غراند سلام لأوساكا، لذلك كنت متوترة قبل المنازلة لأنني كنت أعرف أن المهمة ستكون صعبة ولم أرد الانهزام. رغم الضغط الكبير فزت، لذلك أنا جد سعيدة. حركة إيبون التي قام بها المولدوفي دونيس فيري أمام الجورجي فازا مارك فيلاشفيلي كانت كافية لاعتلاء منصة التتويج في باريس لأول مرة خلال مسيرتي الرياضية في وزن أقل من 66 كيلوغراما. فيما كانت أجمل حركة في هذا اليوم الافتتاحي هي حركة إيبون التي قام بها الإسرائيلي باروش مايلوف ضد بطل العالم في فئة الشباب الإيطالي مانويل لومبارد.